بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل الجاري مع ختام هذا الانطلاق لسن الحقاقة، ومن بعد هذا الشوط سوف ننطلق مع انطلاقات سن اللقاء. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس والتوقيت صامدا وصاملا مع حشيمة لعلي بن حارب الخاصوني. تهانينا والناموس يا أبو حارب على هذا الانطلاق الجميل، وشكرا يا راشد على داع حشيمة هنا على أرضية هذا الميدان وتسجيلها للتوقيت الأفضل، 4:30. ما شاء الله، وبنقول 10 أجزاء من الثانية هي مع الحدث، هي مع التوقيت وإنجازاتها منذ سن الطفولة دائما تشفع لهذه البكرة الجميلة المميزة. شكرا يا أبو حارب. الشوط العاشر، الشوط الأخير لمن؟ هذا والعلم عند الله. المركز الأول ناصية مطار بسعيد معبيد الخاصوني، النقلة على المركز الثاني براقة سعيد بن محمد بن سعيد المري، السلام يا راعي سمر. بينما ثالث المراكز هناك الحارس خلفان بن سيف لغويس. انتقل وياكم الى الشاهينية للسيد مبارك دغيميل اللوهيبي، ولا من دغيم اللوهيبي ايضا حاضرا مع هذا العنوان، حاضرا مع هذا الانجاز، حاضرا مع هذا الاسم، اماله كبيرة والكبير الله سبحانه وتعالى. النقلة على المركز الخامس، المركز الخامس على مضن شعار بن رشيد مع شيمة، سلطان بن علي بن سالم بن رشيد الاجتبي حاضرا ما شاء الله تبارك الرحمن. هكذا مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، حضر من حضر وأتى من أتى لهذا الانطلاق. ما شاء الله يا شاعر، ما شاء الله يا سمر، وشعار سمر، شعار السمراوية، ما شاء الله سعيد بن محمد بن سعيد المري وبن دغيمل غير هناك، مبارك مبارك بن دغيمل حاضرا مع هذا الاسم الجميل. وهنا الشاهينية، بينما المركز الثاني سعيد بن محمد بن سعيد المري، ثالث المراكز من تاتي الحارس خلفان بن سيف الغويس، المركز الرابع هناك رموش سهيل بن خليفة بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع المركز الخامس شيمة لسلطان بن علي بن سالم رشيد الاجتبي. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام يا بن دغيمل، يا سلام يا بن دغيمل، جماهيرك تشجع، يريدونك تبدع، معنى الفوز لما تحقق ما تريده. يا سلام، مبارك مبارك محمد دغيمل الوهيبي من يسيطر على المركز الأول. يا بن دغيميل خليك في الفورم. المركز الثاني، المركز الثاني براقة سعيد بن محمد بن سعيد المري شاعرنا، ثالث المراكز ونقول حارس لخلفان بن سيف الغويس، المركز الرابع شيمة سلطان بن علي بن سالم بن رشيد الاجتبي. ولكن بدينا نغادر الحدود، بدينا نغادر الحدود، وصلت شيمة، وصلت الحارس، وصلت الأسهامي اللي عاشق الناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن. السبوق بقول الله يخليها، أظهرت سرعة من اللمل والعصاصيدة والأتيار، روحها في السير مهتمة، روحها في السير مهتمة يا مبارك. شكرا يا لوهيبي، شكرا يا بن دغيميل على أداء الشاهينية هنا بأرضية ميدان الطية. سلام سلام بنقول لهذه سلطنة عمان الشقيقة. شكرا يا بن دغيميل، شكرا يا المنجز في هذا الشوط الوداعي لسن الحقاقة. نتمنى التوفيق هذه لحظات وصولها حتى النهاية. شكرا لمبارك محمد بن دغيميل الوهيبي بنسبة فوز بالمركز الأول ما شاء الله. المركز الثاني شعار سلطان بن علي بن سالم بن رشيد، المركز الثالث سعيد محمد سعيد المري، المركز الرابع خلفان سيف الغويص، وفي المركز الخامس مطلع بن علي بن علوان. 4:37:65 جزم الثاني، تعانينا والناموس.